السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نبدأ أول حلقة في الفورماسيون ريفيت. اليوم غنعطيكم غير انتروديكسيون على هاد الفورماسيون شنو غادي ندير فيها. إن شاء الله الحلقات اللي مازالين غادي نديرو داكشي اللي خاص يدار بالنسبة جيني سيفيل، بالنسبة ريفيت ستركتور، بالنسبة ليتود ديال ستركتور جيني سيفيل هو اغلبيه غيزيت كيستعمل في لاركيتكت. المهم حنا غادي نستعملوها في ستركتور ليتود ستركتور. اول حلقه ان شاء الله غادي نتعلم نعطيكم واحد الرؤيه جينيرال على هاد الفورماسيون. غادي نتعلموا اولا الباج داكوي ديال ريفيت. ما تشوفوا عندنا لانتروديكسيون، موراها ديكوفيرت دو ريفيت، موراها نوفو بروجي، موراها موديليزاسيون دو ميور، موراها موديليزاسيون دو سول، ابخي لا بيبليوتيك دو فاميل ار اف ا، ابخي لا موديليزاسيون دو تواتور، اي ابخي لا بياز دون بروجي ريفيت، اي ابخي لا دوكيمونتاسيون دو بروجي، اي la mise en page d'impression, enfin la conclusion. Donc, les sous-titres de la formation, Inch'Allah. Le marge de chèque sur le canal, ou à la ou dire like ou la dislike à la hasse de l'ivrité. Bien sûr, ça l'a mis en place vidéo fait les sous-titres, le sous-chapitre, et ça l'a mis en place la notification. دونك المرجو للاشتراك في القناة.